الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فحياكم الله اخوان الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكالعادة نتناول في هذا البرنامج شرح الأحاديث التي رواها الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع الرائع الجامع الصحيح نبين أهم معاني هذه المفردات وكذلك نبين ونشرح اهم آه هذه الاحكام التي جاءت في هذه الاحاديث سواء الاحكام الفقهيه وكذلك نبين اهم الفوائد والفرائد التي جاءت في هذه الاحاديث وكذلك نبين اهم مقاصد السنه النبويه من خلال هذه الاحاديث اخواني الكرام اخواتي الكريمات ثواني معدوده نستمع لهذا الحديث ثم نعود اليكم مره اخرى فانتظرونا عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك أفضل أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وخوات الكلمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث موصولا في شرح كتاب الصلاة من كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى حديثنا هذا حديث جابر ابن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه بوبه الامام النووي رحمه الله تبارك وتعالى بقوله باب من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل إخواني الكرام أخوات الكلمات على المرء المسلم أن يحرص على قيام الليل وصلاة الليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي ركعتين ركعتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث من عمر رضي الله عنهما الذي اخرجه البخاري ومسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح أو خفت الصبح كما في لفظ آخر فأوتر فالوتر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائماً يصلي قيام الليل وكان يجعل آخر صلاته في الليل وترا اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من فضل الوتر حديث أبو هريرة ما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري مسلم قال قال رسول الله قال ابو هريره اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث قال بصيام ثلاثه بصيام ثلاثه في كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام اذا النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الصحابي الجليل ابو هريره رضي الله عنه وارضاه بان يوتر قبل ان ينام وهذا فيه فضل لصلاه الوتر مهما شغلتك هذه الحياه وهذه الدنيا وهذه المشاغل فلا تنسى ان تصلي الوتر وقال الامام النووي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل يقول الامام النووي رحمه الله تبارك وتعالى على في كتابه شرح مسلم يقول فيه دليل صريح على ان تاخير الوتر الى اخر الليل افضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل وأن من لا يثق بذلك في التقديم له أفضل يعني إذا شعر المسلم أنه قد لا يستيقظ آخر الليل فليصلي الوتر في أول الليل في أول الليل لكن إذا كان مستيقنا أنه دائما يستيقظ قبل الفجر بفترة كافية وعنده وقت يعني فالافضل ان يؤخر آه هذه الركعه الوتر الى اخر الليل قال وهذا هو الصواب وقوله صلى الله عليه وسلم فان صلاه اخر الليل مشهوده قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى وذلك افضل ان يشهدها ملائكه الرحمه وفيه دليلان صريحان على تفضيل صلاة الوتر وغيرها آخر الليل أخواني الكرام أخواتي الكريمات على المرء المسلم أن يصلي الوتر قبل أن يصبح وقبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فلا وتر حتى لو بين أذان الفجر والإقامة لا وتر ولكن إذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر فإنه يصلي يعني في النهار شفعا إن كان يوتر بثلاث صلى أربعا وإن كان يوتر بخمس صلى ستا وإن كان يوتر بسبع صلى يعني ثماني وهذا طبعا يعني لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غلبه نوم او وجع صلى من النهار ثنتي عشره ركعه وكذلك علينا يعني ان نعرف ان الوتر له صفات الصفه الاولى ان يوتر بواحده فقط وهذا جائز ولا يكره الوتر بها الثانيه أن يوتر بثلاث وطبعا له الخيار إنشاء سلم من ركعتين يعني يصلي ركعتين ثم يصلي بعدها ركعة أو يصليها ثلاث مثل ما نقول يوصلها وهذه يفعلها بعض الأئمة يعني في رمضان أو في التراويح بعض الناس يستنكرها يقول كيف الإمام صلى ثلاث ركعات مع بعض كيف يوصل ركعتين مع الثالثة ولكن يصلي التحيات في الثالثه وهذه يعني السنه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ممكن ان يوتر بخمس يسردها سردا لا يتشهد الا في اخرها يصلي الركعه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه في الركعه الخامسه يصلي فيها التشهد ممكن يصليها ايضا يصلي الوتر بسبع يصلي الركعه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه في السابعه يصلي التحيات اخوان الكرام اخوات الكلمات ايضا يقول الشيخ بن باز رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الحديث ايضا يقول المؤمن والمؤمنه مخيران من شاء اوتر في اول الليل ومن شاء في اخره ثم يقول ايضا الافضل اخر الليل لمن تيسر له ذلك وذكر هذا الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة ويقول وذلك أفضل ثم يقول الشيخ من باز رحمه الله تبارك وتعالى يقول إذا تيسر للمؤمن والمؤمنة الإيتار يعني يوتر ويتهجد آخر الليل كان ذلك أفضل وذكر الحكمة من ذلك قال وذلك لان ذلك وقت نزول الله عز وجل ووقت اجابه الدعاء لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ينزل ربنا تعالى الى السماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. فنسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته والحرص على هذه السنن والرواتب وقيام الليل وعلى الوتر كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه ما كان يتركه لا في سفر ولا في حضر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.